والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الحفل الكريم، سعاده تقديم مدرستنا المحبوب بالاجماع، سعاده توفيق المدرسه، سعاده المشرف التربوي الذي شرفنا في هذا اليوم الاستاذ الفاضل يحيى هتان، اولياء ابناء الخريجين من الصف الثالث المتوسط والرابع المتوسط، حياكم الله في هذا الصباح الجميل، وانه لمن جميل حظي ان اكون جزءا من ذكرياتكم ايها الابناء. اننا اليوم نحتفل بكم وهو حفلكم وهي فرحتكم وفرحتنا ايضا، ولكن استبيحكم عذرا لاودع زملاء كانوا معنا في هذه المدرسه وساهم في تأسيسها وساهم في تعليم أبنائنا كلهم، قوم أفاضل ورجال أكابر، وعلى رأسهم الأستاذ الفاضل مدير هذه المدرسة الأستاذ حسن أبو جرّة. الصديق العزيز والزميل الأستاذ حسن مجرشي، حيوه. الأستاذ محمد حكمي مدرس العلوم، فهو موسوعة في العلوم، حيوه. الأستاذ عيسى مهارش الأستاذ الفاضل حسن حكوي، وثمرة قدومكم جميعا أيها المعلمين. الأستاذ يحيى فارسي وله محبوب مشكوره بحلم السماء على ما قدمه لهذه المدرسة، ومن لباس أصبغه عليها ومن جمال حلها به، وفقه الله الذي قدم تقاعدا مبكرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمده بالصحة والعافية وأن يجعله مباركا أينما كان. لدي شكر لكم كموجه طلابي، أشكركم على أخلاقكم الرفيعة وعلى تعاملكم الحسن
وعلى أدبكم واحترامكم لمعلميكم ولإدارة المدرسة. أبنائي الطلاب، جدوا واجتهدوا وواصلوا المسير. هذه مرحلة تجاوزتموها وهناك مرحلتان أو أكثر، لا بد أن تعزموا، اجتهدوا. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في قادم الأيام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن هذا اليوم يوم من الأيام الخالد الذين نحن خريجين، هو يوم مفترض فيه رغبة في الثمار 9 سنوات من الجد والإجتهاد، فيه نوح أمامكم نرى القسمة قد رسمت على الحياة. أيها الآباء الأعزاء، أنتم معلمون الأباء. أبي الحبيب، مهما قلت فيك فإن فيك حق، بل أعطيك جزءا من تضحياتك، لكني أعرف يا أبي أنا أعمل بك ونفاق بالمستقبل لحقك الكمال صب ويلي فيه. فأنا أعلم يا أبي أنك لا تريدني إلا أن تراني ويحب أن تكون. أشكرك يا أبي على هذه التحية. معلمي العزيز، لا ممكن بني الشمس التي أرى النهار جليلا، كنت لي القوة الذي أرى النار لي القوة. سنبقى أوفياء لكم ولن ننساكم، سيظل الدعاء زملائي الأعزاء، مقام قاعة الدراسة، أهنئكم على هذا التخرج وأبارك لكم وأقول ليستمر التواصل بينكم وليستمر الآراء والمراجعة وليتحدث على كل المزيد من التفوق. يسعد نفسك، يسعد نحن أولا، ثم يسعد أهالينا والمعلمين معنا. ونقول لهم هذه البيتين في المعلمون الأفاضل: قف المعلم وفيه تبديلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.